بيعلن الاديب وبيعلن ايوه بينشر في بيعلن، ما الجرايد كناش ووسائل الاعلام. كلها عارفينه. وبعدين بتاخدها عربيه حراسه مين؟ الجيش الاسرائيلي الى حماس، وتدي لحماس ال 30 مليون دول. نعم. الكلام ده من 2007 لحد النهارده. وبموافقه اسرائيل. وبموافقه اسرائيل. طيب واحد يقول لك الله، اسرائيل بتدي حماس او بتوافق على 30 مليون دولار ليه؟ معقوله؟ ليه؟ اسرائيل عايزه انشقاق في العلاقات الفلسطينيه. حماس كانت ضد السلطه الفلسطينيه في رام الله. نعم. السلطه الفلسطينيه موافقه على اتفاق اوسلو اللي هو حل في اطار الدولتين. نعم. حماس بتقول لا مفيش دولتين. فبالتالي اسرائيل عشان تزيد الانشقاق كانت بتدعم مين؟ حماس طوال الفتره. نعم. برضو اللي الساده المشاهدين يعرفوا، غزه 2 مليون و 200 الف ما فيهمش غير 50 60 حماس فقط، والباقي اهالي غزه. 50 60 الف. الف. نعم. فبالتالي النهارده كانت حماس هي اللي بتصرف على الناس. نعم. فعشان كده اسرائيل في الفتره اللي فاتت سابت الاموال تدخل من قطر الى عن طريق تل ابيب. نعم. ده بالنسبه لايه؟ للاموال. الاموال. طب السلاح؟ نخش على السلاح. هو عارف تماما ان بقالنا 6 سنين من اول ما الرئيس السيسي تولى المسؤوليه في مصر 2014، 10 سنوات اتقفلت كل يعني 10 سنوات لحد ما قفلنا، يعني 6 سنين ما عادش فيه ولا نمله تخش. اتقفلت كل الانفاق، كل المعابر، وقعدنا في دي يمكن 2 3 سنين. الاول كانت فيه انفاق معموله بالرمل، جبنا ميه من البحر ورحنا حاطين في كل الخط الحدود ميه، فالرمل خد الميه وتقلت وقعت. دخلنا بقى كده على الانفاق الكونكريت اللي كانوا عاملين انفاق مسلحه. اتقفلت كلها واتدمرت واتشالت. نعم. كان في غزه، في حماس في غزه نقول ايه، وزاره الانفاق. نعم. بتعدي بقى العربيات والبوتاجاز في مصر والكلام ده كله. نعم. الحاجه الاكثر من كده ايه؟ انت عارف كان في رفح الفلسطينيه. نعم. ورفح المصريه. نعم. الاثنين في بعض لازقين. أيه. كنت تخش من البيت رفح المصريه تطلع الناحيه الثانيه. او العكس. او العكس. عملنا ايه؟ كان ده موجود. كان ده موجود. نعم. عملنا ايه؟ تم لكن إنشاء. ليس موجود الان على الاطلاق. ما هو بقول لك اهو، تم انشاء مدينه رفح الجديده. أيوة. وشلنا القديمه. نعم. وانتهت اي علاقه، الكلام ده من 6 سنين. نعم. 10 سنين سياده الرئيس تولى، لكن بعد 4 سنين كانت انتهت القصه دي تماما واتقفلت. هو يعلم، لان احنا كنا ساعات برضو بننسق معاهم، داخلين عربيات، داخلين طيارات، داخلين كذا. هو يعلم تماما. افراد عمر ما كان في مصر افراد من حماس عايشين عندنا، او انت عارف الكلام ده، واحنا في مصر عموما عندنا بنمنع. لم تسمح مصر ابدا لا سلاح ولا اموال ولا حاجه. اموال ما احنا قلنا من قطر. تمام. لا تمام. مره تانية بنتاكد. بنتاكد. السلاح اطلاقا اطلاقا، بل بالعكس يعني كان بيجي لنا سلاح، يعني الكورنيت اللي كان مع الارهابيين دوت دخل من عندهم، من عند حماس لنا. نعم. عشان كده احنا قفلنا السكه دي. هو عارف الكلام ده، هو عارف تماما، والاجهزه الامن بتاعته، وكنا منسقين معاه. فلما يجي النهارده يضحك على الشعب، ليه الاتهامات؟ ليه النهارده بيقول كده؟ انا قلت لك عنده مشكله، عايز ازمه كبيره. نعم. النهارده اسرائيل كلها. ايوه، بس هو بيتكلم على مصر بهذه الطريقه. ما هو هيقول انا عايز هو عايز يمنع اي اتفاق سلام. النهارده لو اتحل مشكله ممر فيلادلفيا هيقول له جو بايدن. بس واحد. احنا قرارنا واضح، لا وجود اسرائيلي في ممر او محور صلاح الدين او فيلادلفيا. احنا برضه على الاطلاق هنشرحها بعد كده. نعم. ليه؟ نعم. لان احنا هذا الكلام كان اتفاق. انما كلامنا واضح، وهو للاسف بيكذب النهارده قدام شعبه. نعم. وقدام الحكومه بتاعته وقدام العالم كله، لانه عايز يبرر ما حدث امس. اسرائيل مولعه امبارح. اصل ده معناه يا فندم انه مفيش اتفاق، اصل مش هيبقى في اتفاق على حسابنا احنا.